مرحبا بكم مشاهدينا وأغلبية صامتة. على الرغم من الوجود المكثف للقوات الأمنية والسيطرات والأسوار والصبات الكونكريتية في الشوارع، إلا أن المدن العراقية تشهد خروقات أمنية وتفجيرات بين الحين والآخر. فمن يتحمل مسؤولية الخروقات الأمنية في المدن العراقية؟ نعم مشاهدينا، هذا هو عنوان الحلقة لهذا اليوم. من يتحمل مسؤولية الخروقات الأمنية في المدن العراقية؟ يمكنكم المشاركة بالاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما أن آراءكم وتعليقاتكم تهمنا عبر الفيسبوك أغلبية صامتة. لنشاهد هذا المقطع الفيديو لانفجار سيارة مفخخة التي انفجرت اليوم في منطقة بغداد الجديدة جنوب شرقي العاصمة العراقية، والتي أدت إلى استشهاد 15 شخصا وجرح أكثر من 50 آخرين. وأيضا السيارة كانت المفخخة كانت متوقفة قرب سينما البيضاء في المنطقة التي تضم محلا تجارية وأسواقا شعبية. أيضا اليوم كان هناك تفجير انتحاري آخر، انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في معسكر التاجي، أدى إلى مصرع وإصابة 27 عنصرا أمنيا. أيضا في اليومين الماضيين كان هناك انفجار سيارة مفخخة في محافظة كربلاء، أسفر هذا الانفجار عن استشهاد وجرح مدنيين وتسجيل أضرار مادية بحسب مصادر أمنية وطبية. وذكرت المصادر أن سيارة مفخخة انفجرت في حي الموظفين. أيضا في اليومين الماضيين كان هناك انفجار عبوة ناسفة في قضاء المحمودية جنوب بغداد، أدت إلى سقوط 8 أشخاص بين شهيد وجريح أثر انفجار عبوة ناسفة في قضاء المحمودية جنوب بغداد. وأيضا نذكر بعنوان الحلقة: من يتحمل مسؤولية الخروقات الأمنية في المدن العراقية؟ يمكنكم المشاركة بالاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما أن آراءكم وتعليقاتكم تهمنا عبر الفيسبوك أغلبية صامتة. لنقرأ بعض التعليقات عبر الفيسبوك. حيدر: أين هي وزارة الداخلية من هذه التفجيرات على الحكومة اليوم؟ إذا كانت هناك حكومة حقيقية قادرة على محاسبة الفاسدين فعليهم محاسبة وزير الداخلية والمسؤولين عن حماية بغداد. وليد: التفجيرات هي ردة فعل على إغلاق مكاتب الأحزاب في الجنوب، وهو أمر ليس بجديد، فكل ما تكون هناك خلافات سياسية كلما زادت التفجيرات والمفخخات في الشوارع. حميد: كل ما يحدث خلاف سياسي بين الكتل تحدث التفجيرات والمواطن هو الضحية، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا عقد: مساء الخير، أكيد اللي يتحمل الخروقات الأمنية هي الحكومة، لأن بسببها يصير تفجيرات من الازدحامات اللي يسويها بالسيطرات والتفشيش بالتفتيش، بس هم اللي يسوون الانفجارات. أيضا مشاهدينا نذكر بعنوان الحلقة لهذا اليوم: من يتحمل مسؤولية الخروقات الأمنية في المدن العراقية؟ يمكنكم المشاركة بالاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. أيضا آراءكم وتعليقاتكم تهمنا عبر الفيسبوك. أليس نعم نأخذ أول اتصال. علي من الديوانية، حياك الله. علي؟ الو، حياك الله علي. السلام عليكم. عليكم السلام. للأسف انقطع الاتصال، ناخذ اتصال آخر. أبو أحمد من نينوى، حياك الله. أبو أحمد تسمعني؟ أبو أحمد؟ أبو أحمد من نينوى للأسف انقطع الاتصال. أليس من المفترض على الحكومة العراقية محاسبة المقصرين جراء الانفجارات المتكررة التي تحدث في بغداد؟ متى لكي توقف آلة القتل التي تؤدي باستشهاد عدد كبير من النساء والأطفال والشيوخ، والتي تستهدف المناطق المزدحمة في جميع المدن العراقية، ويكون المواطن العراقي البسيط الذي لا حول له ولا قوة هو الضحية؟
أبو سوزان من كربلاء، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ليش يعني جاي تصير خروقات أمني؟ هاي من سببها؟ والله دمرونا ما خلوا فينا، أنا واحد من يعني هسه الشبابات ماكو، الطرق مسددة، كل شيء قطعوا علينا. نعم. هاي ما يعني شو ما أعرف شو أقول لك، هاي ما يتكفلها غير وزير الداخلية. نعم. يعني حمل مسؤوليته هو، ماكو. نعم، طيب أبو سوزان، يعني قبل يومين كانت هناك تفجير في كربلاء بسيارة مفخخة، اليوم تفجير في بغداد ايضا بسياره مفخخه، برايك يعني من يتحمل المسؤوليه؟ هل الخلافات التي تحدث، الخلافات السياسيه تؤثر على الشارع العراقي او تؤثر على الامن؟ طبعا حبيبي الغالي، اول شيء خلافات سياسيه، يعني كل واحد يضرب صفحه، وذولا ما في صدرهم غير واحد، سيد مقتدى الصدر ادامه الله. نعم. ابو سوزان من كربلاء، شكرا لاتصالك. رسول من النجف، حياك الله. رسول، للأسف انقطع على الاتصال. أيضا لنقرأ بعض التعليقات. محمد، الأجهزة الأمنية مخترقة من قبل مجاميع تابعة إلى جهات معروفة، فبالتأكيد تحدث هناك خروقات، علي كل شخص متواجد داخل المنطقة الخضراء يتحمل كل قطرة دم عراقي وكل ما يحدث في العراق. أيضا نذكر بعنوان الحلقة لهذا اليوم، من يتحمل مسؤولية الخروقات الأمنية التي تحدث في المدن العراقية من النجف؟ سجاد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أحييك على هذا البرنامج الرائع الجميل، من يتحمل الخروقات هم السياسيين. نعم. السياسيين، هذه الخروقات يعني تتسبب في الكثير من الحفوات التي يذهب ضحيتها الأبرياء من العراقيين. لاحظنا هناك الكثير من التفجيرات في كربلاء المقدسة. نعم. وفي كربلاء المقدسة وفي محافظة بغداد، وندعو الأجهزة الأمنية إلى تطوير الإمكانيات. نعم. طيب سجاد، يعني في ظل تواجد يعني عمليات التحرير ضد داعش ومحاربة داعش، وأيضا الانفجارات وتخلخل الوضع الأمني في عدد من المحافظات وأيضا في بغداد، يعني برأيك هل الوقت الملائم لعطلة تشريعية لمجلس النواب في ظل ما يحدث في البلد؟ العطلة غير ملائمة، نعم، لكن يجب أن يكون التركيز على معركة الفلوجة. نعم. وندعو القوات الأمنية والحشد الشعبي إلى تحرير الفلوجة في أقرب وقت. نعم. لأن هناك الكثير من الانفجارات تصل من محافظة الفلوجة، السيارات المفخخة. نعم، يعني سجادة تقصد بأن عملية تحرير الفلوجة أثرت سلبا على الأمن في المحافظات البقية؟ لا، لم تؤثر. نعم. عملية تحرير الفلوجة سوف تساهم في تقليل المفخخات. نعم. وهذا ما لاحظناه في الأيام الأولى، لأن نعم. المفخخات تأتي هناك من الفلوجة. نعم. لا، ونحن لا نقصد أهل الفلوجة، وإنما نقصد الإرهابيين. نعم. لأن أهل الفلوجة ناس شرفاء وناس أبرياء وناس انظلموا وناس يعني قاتلوا من 2003 لحد الآن. نعم. نعم سجاد من النجف، شكرا لاتصالك. أحمد من كربلاء، حياك الله. أبو أحمد، حياك الله أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. اخي بالنسبه لي انا عندي شويه تعقيب، ولو هو ما يفيد الحشوة ذول السياسيين، لان هم ناس فاسدين ذول، وهذا الفاسد يقوم يتملك كل الصفات عنده، يعني ما يستحي له من شغله. بالنسبه احنا قضيتنا قضيه التفجيرات، هذا ساعده شهر رمضان. نعم. شهر الخير، شهر الرحمه على الناس. يعني انا من محافظه كربلاء، قبل اولت البارحه انا بحي الموظفين، فجرت سياره بالشارع. نعم. يم مجمع عدت ناس، يم يعني كحصيله طوها بالاعلام، قالوا والله شهيد واربع جرحى، والناس احنا اللي نعرفه وشفناه بعيوننا بال 20 نظر. انا بس اريد اسال سؤال، اريد هم اللي مسمعوني ذولا هم السياسيين، بالذات الشيعه، حكومه الشيعه، سياسيين الشيعه اللي هم قاعدين على الكراسي واللي طلع برا مشى يتونس. نعم. العراق ما يعجبه، وضع العراق تعبان، يعني يقول لك انا ليش القبيل؟ هو مجمره. اريد اشوف من اللي يتحمل هاي المسؤوليه. نعم. العالم هاي تموت، التفجير ببغداد، بكربلاء، كل محافظات العراق. نعم. من المسؤول؟ لكن ابو احمد، يعني السيارات المفخخه لا تميز بين سني وشيعه واي مكون اخر، هي تستهدف المواطن العراقي. كل شيء
نعم. هي انا اسالك مو عن المكون الشيعي والسني نعم. بس انا اريد المسؤول منه. نعم. طيب ابو احمد، يعني برايك يعني الخلافات السياسيه او الخلافات بين الاحزاب يعني هل تؤثر على الامن؟ والله يا شوف خلنا خدمك، انا اقول لك بشغله، بالنسبه للعراق ما دام احزاب نعم حكمه ما تصير به حكومه. نعم. ما تصير بحكومه، لان دائما لان انت الاحزاب حكومها فاشل، كل من يشتغل لمصلحه حزبه، ما يشتغل لمصلحه العامه. نعم. ما يشتغل للشعب، ما عندهم يعني هم هسا لو يحضر يعني مثلا هاي المفخخات وغيرها وتطق والمواطن له قيمه وله احترام ويعرفون، بس هم يعني احنا شو اللي بنحكي؟ ما تقول لي يا اخي يعني مو بس انا يعني انا هسا لو اعبر لك انا هواي حتى اقدر احكي، بس ما لي فائده. نعم. يعني انت ايش تحكي؟ نعم، لكن ابو احمد يعني اكيد المواطن يتحمل جزء من المسؤوليه لسكوته على ما يحدث من خروقات وسكوته على الفساد. يعني برايك يعني المواطن، المواطن العراقي اليوم هل له القدره على التغيير؟ له قدره، المواطن صح له قدره. نعم. له قدره، له قدره اليوم المواطن يقدر يميل حاكم ويحط حاكم. نعم. بس المواطن، بس المواطن هم خدران، هم نايم. نعم. هم نايم ما جاي ينهض روح المواطن. وانما ذولا ناس قليلين فاسدين، ذولا المفروض يميلون عن السلطه. نعم. ذولا من 2003 ل 2016 ودوا البلد الى هلاك، نهار الاقتصاد، الامان، كل مؤسسه كلها انتهى. ماكو شيء احنا ترقينا به من 2003 لحد 2016، شنو سووا؟ نعم. عادل عبد المهدي يخلونه وزير مكان يردون المكان، شهر زبار من فلان. زباري من الاخر يعني جاي هم نفسهم بتحولون من وزاره لوزاره، شنو تسووا؟ نعم يا اخي شنو تسووا؟ ما سووا شيء، ناس ذولا هم قتله. نعم، ابو احمد من كربلاء شكرا لاتصالك. ابو سيف من الاردن حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أو سيف؟ طبعا هو العراق هو بيحترق من شمال إلى جنوب. نعم. يعني يوميا أحزاب محافظة حالي مضغوطات حاليا. بس أسأل سؤال واحد من كل سياسة منها. يعني كلهم. أكو واحد من أبنائهم راح بعد التجار. أنا جاوب الشيء عند ابن عدني. يعني أنا عامي كان جاوب أبنائي على عدني. ما أعرف أنا راح. هو ما عطل الله. نعم. بس أسألهم سؤال واحد، هل يرغيهم المئات من الأطفال والشباب والشياب والعرامي؟ يرغيهم ملايين هذه الهجرة. يرغيهم يصير بالعراق أكو واحد من عندهم ابنه أو أخوه أو من أقرباء درجة ثانية صار بي اللي صار بينا. خليك تكون أبو سيف من الأردن انقطع على الاتصال، نتمنى بأن يتعاود الاتصال مرة أخرى. ابو زينب بن ديالى حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. اخي العزيز اطلب من حضرتك ومن الاخ المخرج ومن الكادر تسمحوا لي بالكلام، انا قاعد احكي لك، انا اول مطلوب في ديالى وفق الماده 4 ارهاب حتى المرور يدور وراي، هارب. نعم. صار لي 7 سنوات من القانون. نعم. شنو السبب اللي يخليني اهرب؟ معتقل داعش اعتقال على الماده 4 ارهاب. زين هو هي ماده 4 ارهاب لو بانزيخانه يوميا جاي المعتقلين، اخ معتقلين اخواني منتسب في وزاره الداخليه في قياده شرطه الحدود. نعم، يعني انت منتسب في وزاره الداخليه ومتهم بماده 4 ارهاب؟ 4 ارهاب، 11 اعتقال تعرضت للماده 4 ارهاب. نعم. من 2005 الى هذه اللحظه. طيب ما السبب يا ابو زينب؟ اخي ما السبب؟ ما سبب التهمه؟ الضابط مالتي شهدت عليا في قضيه. نعم. وضابط مالتي هو ضابط الاستخبارات واشتغلني لان هو مسؤول المصادر مال ديالى ويوميا مصعد لي مخبر سري ودعوه كيديه. نعم. فمليت من الاعتقالات، انا مش اللي مال القطار يوميا معتقل وقتل. نعم. وتعذيب. نعم. زين هاي وحده. اثنين نجي على الموضوع الامني اللي تقصد به. هسه حاليا مونيكا في 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 قضاء المقناطيسيه سوداء اللون بدون ارقام تتجول وتختال بالمواطنين تحمل الاسلحه كاتمه الصوت امام انظار الاجهزه الامنيه والشرطه المحليه. نعم. ما حد يوقفها ويقول انتم شنو؟ نعم. يعني اذا هو الشرطي يخاف من السياره المظلله اللي يومان الشرطي بالشارع العراقي غير احمي المواطن، زين اذا اشوف سياره تختال بالمواطن غير اتخذ اجراء بها. يعني هل الميليشيات المتواجده هناك سلطه اقوى من القوات الامنيه؟
نعم اقوى سيارات الميليشيات تطب لمديريه قضاء المقداديه. نعم. مديريه شرطه المقداديه وما حد يقول لي انت شنو. نعم. السيارات متنقله وتخطف علني امام دار الاجهزه الامنيه. نعم. طيب ابو زينب، يعني الى اي جهه تناشد؟ يعني شو تناشد؟ رئيس الوزراء. نعم. رئيس الوزراء جاي يشوف انتهاكات الفلوجه اللي مثل ما يقول تعذيب امام انظار الشعب العراقي وامام. نعم. الناس، ويقول سوف نتخذ وسوف نتخذ اجراء. طلع هذا الشرطي اللي يعذب بالمواطنين امام الشعب العراقي. نعم. وحاله محكمه او تحقيق. نعم. طيب ابو زينب، يعني برايك يعني هل الحكومه العراقيه اليوم عاجزه عن محاسبه المقصرين او المفسدين؟ اخي العزيز الحكومه عاجزه وما بيدها كل شيء. نعم. اجندات خارجيه اللي قاعد تدير الامور بالبلد. نعم. هاي الحكومه الا شلع قلع على قولة سماحه السيد مقتدى الصدر، شلع قلع. ما بيهم حزين، كلها مصلحتيه وكلهم عصابات وكلها تقود اعمال غير قانونيه. نعم. ابو زينب من الدياله، شكرا لاتصالك ايضا لنقرا بعض التعليقات. ايوب، الحكومه والشعب كلهم يتحملون المسؤوليه من الديوانيه. ابو عقيل حياك الله. ابو عقيل من الديوانيه، نتمنى بان نتعود الاتصال مره اخرى. ايضا نذكر بعنوان الحلقه: من يتحمل مسؤوليه الخروقات الامنيه في المدن العراقيه؟ يمكنكم المشاركه بالاتصال عبر الارقام الظاهره اسفل الشاشه، ايضا ارائكم وتعليقاتكم تهمنا عبر الفيسبوك اغلبيه صامته. حمزه من بغداد حياك الله. السلام عليكم. وراتي عليكم السلام. شلون صحه؟ حياك الله حمزه. احنا بس نريد نودي الاتهام. نعم. يعني يكون واضح بحيث هي عمليات بغداد المسؤوله وليس وزاره الداخليه. نعم. نعم. طيب حمزه، ليس من وزاره الداخليه، من واجبها ومن مسؤوليتها حفظ الامن. نعم صحيح. نعم حمزه صحيح فعلا، بس لكن الحركات كلها بيد العمليات بغداد. احنا سمعنا وزير الداخليه قال انه مراوغ كامل لتسليم الملف الامني لوزاره الداخليه ولم يستجيبوا لنا. نعم حمزه من بغداد، شكرا لاتصالك. ابو عقير من الديوانيه حياك الله. أبو عقيل، إذا أمكن تسمعني عن طريق الهاتف. ألو. حياك الله أبو عقيل. أبو عقيل تسمعني؟ هذا أبو عقيل من الديوانية. حياك الله أبو عقيل، إذا أمكن تبتعد عن التلفاز وتسمعني عن طريق الهاتف. للأسف انقطع الاتصال. أيضا نلفت عناية مشاهدينا الكرام أثناء الاتصال الابتعاد عن التلفاز والاستماع عن طريق الهاتف تلافيا لقطع الاتصال. أبو مصطفى من تلافر حياك الله. السلام عليكم أخوي العزيز. حياك الله أبو مصطفى. تحية خاصة قناة شرقية وجميع العراقيين. نعم. أخوي العزيز، يعني حكومة وزير مهاجرين وزير مالية، يعني ما تستحون هذولا العالم هنا الحين ميت من الجوع. نعم. يا اخوي العزيز، والله العظيم احنا جم مضارة مسلمية، مضارة خرب. بعد ما بقى صبر العالم. أنا نازحين حتى البير بالشين، أنا جميع محافظ خلي يسوون مضارة مقابل خيمة. هذول الفلوس ما بقى، كل الفلوس باقي العالم ميت من الجوع بالشارع يمشي. والله العظيم استاذ، حتى واحد مزوج يبيع قاط ماله. حتى قاط مال ما يبيع، حدا مال ما بقى اي شيء العالم. الله يكرمك. يعني ما دور مصلحتي، يعني ما يبيك فلوس، بس العالم خلي وزير مهاجرين يمشي بالشارع، هو احسن تبريد نايم، العالم ميت من جوع، والله ما يقبل هذا. وين انت سويت فتنه؟ اكبر فتنه سوت وزير مهاجرين، انطيت وجبه ثانيه ووجبه ثانيه، العالم ميت من جوع، لا وجبه الاولى ولا وجبه الرابعه.
شلون موقف فلوس حمل مجلس النواب اولاده محمل ويوم واحد نايم بالخيمه كل نايم بالتبريد يلعب لعب بالدولارات العالم جد بالشارع يبكي الله ما يقبل هذا انا يطلب من جميع نازحين قوموا المباراه مقابل خيمه مقابل كرفان ما اسكتوا بعد وين فلوس مال النازحين مليارات دينار العالم ما دينار ما عنده يوم يستطيعون يوم الاحد كذب يوم يجب استاجرون عشرة بالشهر كذب يوم يكذبون العالم خلي يطلع وزير مهاجرين وزير ماليه ليش ما يصرف العالم هذا النفط مع الشعب العراقي والله العظيم استاذ عراق ما يصير عراق من يوم القيامه عراق سووه شلون سووا الطماطم باب الزاد بصار بالدهن العراق سووه كل واحد فكر على نفسه ما فكر كل واحد فكر على زوجته اولاده احسن اكل احسن سياره احسن بيت بالقصر نعم. العالم ميت من جوع نعم ابو مصطفى شكرا لاتصالك نتمنى بان يوصل صوتك الى وزاره الهجره والمهجرين مهند بن زاخو حياك الله مساء الخير مساء النور اخي بالبدايه اشكركم على الموضوع الجميل صراحة موضوع الخروج مو موضوع يوم ويومين مو موضوع اليوم والبارحة الموضوع صار له تقريبا 12 سنة صارنا قاعدين نعيش على هالعيشة وأنا أعتب على رئيس الوزراء حيدر العبادي إنه هو أشوفه ما تسيطر على هذا وبعض الوزارات فأنا أعتب كله أجتبرات رئيس الوزراء حيدر العبادي لأن نفس الشيء قضية الموصل قضية الموصل وين صارت وين هذول اللي قالوا سووا محكمة ووقعوا بيها واللي يعني أبسطهم نور المالك يعني وين وشو ما حد حاسبه يعني تقصد بأن الحكومة عاجزة عن محاسبة المقصرين بالضبط عاجزة عن محاسبة المقصرين وخاصة نور المالك يعني هو رئيس الوزراء هو كان واحد من المتهمين الكبار يعني قضية سقوط الموصل وين شو ما حد داعي حاسبه لا هو ولا القادة الأمنية مثل ما هي نعم مهند بن زاخو شكرا لاتصالك ايضا لنقرا بعض التعليقات مهمه اين هو القائد العام الحكومه انشغلت في عمليات التحرير وتناست حمايه المواطن في المناطق الاخرى ابو احمد داعش هي المسؤوله عن التفجيرات من اجل ارباك الوضع داخل العاصمه بغداد اللهم ارحم الشهداء نورا من الانبار حياك الله الو نورة؟ ألو؟ أنا شاهدت بالبرنامج ما شاء الله. حياة الله أنت على الهواء مباشرة. مرحبا. حياة الله. شنو هذا السؤال مال اليوم؟ موضوع حلقة اليوم من يتحمل مسؤولية الخروقات الأمنية في المدن العراقية وما حدث من تفجير اليوم في بغداد؟ هو التفجيرات يعني يومية صايرة. حتى العراقيين تعودوا عليها. نعم. هي يعني متعودين على التفجيرات. نعم. نعم، نورة من الأنبار، شكراً. شكراً لاتصالك، محمد بن دهوك حياك الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. على مود البطاقة مال النازحين، حقوق النازحين يا أخي. نعم، محمد موضوع حلقتنا هذا اليوم يتحدث حول الخروقات الأمنية في العاصمة بغداد. ماشي. نعم، مو مشكلة، لكن تحدث عن يعني ماذا تحب تناشد أو ما هي مشكلتك؟ وضعنا فرد مرة تعبان. نعم. أخي. وضع النازحين فرد مرة تعبان، خلي شوية ينظرون على النازحين يا أخي. نعم. طيب محمد أنت ساكن في مخيم حالياً؟ لا والله أنا ما ساكن بمخيم، أنا ساكن بهيكل. نعم. هرشم؟ الو نعم، في أي منطقة ساكن حاليا؟ بدوك. نعم. طيب محمد، يعني أنت يعني تتحدث عن بطاقة الكيكارد والمنح المالية المقدمة للنازحين؟ نعم. نعم. يوميا يوعدونا الأحد والأسبوع الجاي، والأسبوع الجاي وماكو كل شيء. نعم. الرجال لو شوية بس يعني ينظرون على العالم بهالرمضان. طيب. يصرفون يكسبون بها اجر. نعم. طيب محمد، هذا فيما يخص بطاقه الكيكارد، بالنسبه للمواد الغذائيه المقدمه خصوصا نحن في شهر رمضان المبارك
هل هناك معونات مواد غذائيه مقدمه اليك انت كنازح؟ والله الصراحه اقول لك يا اخي ماكو. نعم. ما جاء يجي لحد الان، ما جاينا شيء. نعم. محمد بن دهوك شكرا لاتصالك. ايضا نذكر بعنوان الحلقه: من يتحمل مسؤوليه الخروقات الامنيه في المدن العراقيه؟ يمكنكم المشاركه بالاتصال عبر الارقام الظاهره اسفل الشاشه، ايضا اراءكم وتعليقاتكم تهمنا عبر الفيسبوك اغلبيه صامته. ايضا لنقرا بعض التعليقات. اكرم: العراق يعاني من انعدام الخدمات وانعدام الامن، يوميا يظهر لنا تنظيم جديد وتسميه مختلفه لكن الفكر والهدف واحد، هو قتل العراق وقتل المواطن العراقي ونهب خيرات هذا البلد وتفكيك الوحدة والتلاحم بين الشعب. حسام: الحكومة هي من تتحمل المسؤولية وعليها محاسبة الفاسدين والمقصرين. نور: المواطن هو يتحمل جزء من المسؤولية لسكوته على الحكومة الفاشلة التي لم تقدم أي شيء للمواطن على مدى 13 عاما. أبو مصطفى من أربيل حياك الله. مساء الخير. مساء النور، حياك الله أبو مصطفى. بالنسبة لموضوع هذا اليوم، نعم، من يتحمل الخروقات الأمنية في بغداد والعراق؟ أكيد هي الأجهزة الأمنية والحكومة. نعم. حتى يقطون على جرائم بالفلوجة، حتى يقول لك هاي المفخخة حتيجي من الأنبار. نعم. ومن الفلوجة، هي الفلوجة صارت سنتين محاصرة. شو بعض الناس يقول لك داعش هي ترسل سيارات مفخخة من الفلوجة على بغداد، وهي أصلا الفلوجة كانت محاصرة. نعم. عاد الحكومة تريد تغطي على جرائمها، تسوي تفجيرات بالنجف وبالناصرية وبغداد على مناطق شيعية، يقول لك هاي احنا عم نقضي على داعش بالفلوجة، هم يرتكبون مجازر بشعة بحق المدنيين بالفلوجة. نعم. ويعني القطاعات العسكرية بالأنبار. هاي بالنسبة يعني للجرائم اللي يقطونها على الموجودة بالفلوجة. نعم. يتحمل هاي الخروقات هي يعني أبو مصطفى، أنت تقصد بأن الحكومة هي مستفيدة من هذه الخروقات الأمنية في محافظات الجنوب وأيضا في بغداد؟ الحكومة مستفيدة من هاي التفجيرات اللي تحدث بكربلاء والنجف ومدينة الصدر. نعم. حتى يقول لك احنا نغطي على شو اسمه جرائمنا بالأنبار. نعم. والعالم كله يدري والعالم كله يعرف بمعنى ميليشيات الحشد الشعبي ارتكبت جرائم بشعة بحق اهالي الانبار وكل. نعم. مكان، كل منطقه بالرمادي وبتكريت جرف الصخر وعامر لي كل هاي المناطق وبدياله. نعم. ابو مصطفى من اربيل شكرا لاتصالك. ايضا نذكر بعنوان الحلقه: من يتحمل مسؤوليه الخروقات في المدن العراقيه؟ يمكنكم المشاركه بالاتصال عبر الارقام الظاهره اسفل الشاشه. ابو علي من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله ابو علي. الله يخليك. انا خبرت قبل كم يوم انا ابيع جرايد بابو غريب وضاري مسلحين وخذوا فلوسي، بس ناشط طلال الجوبعي الرجل الطيب وراشد البزاز وياخذ ميه قدامي، بس البرون القريسي انا ابيع جرايد بابو غريب ما عندي وخذوا فلوس. نعم. مسلحين تبع حقهم مسدسات وفلوس لانا زوجتي. نعم. والله العظيم ناشدهم ناشدهم اهل وغيره. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله أبو علي، نتمنى بأن تكون هناك أذان صاغية لمشكلتك. أيضا لنقرأ بعض التعليقات عبر الفيسبوك. محمد: التفجيرات التي تحدث تتحمل مسؤوليتها الحكومة، لماذا لا يتم محاسبة وزارة الداخلية من هذه التفجيرات أو محاسبة المقصرين في الخروقات الأمنية التي تحدث في كل فترة؟ أكيد الخلافات السياسية هي أيضا تؤثر على زعزعة الأمن وتؤثر على الأمن في بغداد، وهي أيضا تنعكس سلبا على المواطن. إذا مشاهدينا ختاما نذكر بأن آراءكم ومقترحاتكم تهمنا عبر الفيسبوك أغلبية صامتة. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.